السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ نور الدين بالعيد في درس جديد للهندسة الفضائية. لنا جيومتري دون لسباس بوزيسيون ريلاتيف دو بلان اي دو دروات دون لسباس ريغل ريلاتيف او باراليليزم اورتوغوناليتي دون لسباس. هنا الوضع النسبي الأوضاع النسبية لمستويين ومستقيمين في المستوى، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية غادي نشوفوا قواعد النسبية للتوازي في الفضاء حتى هو، وأخيرا التعامد في الفضاء. Position relative de plan et de droite dans l'espace. Règle de base, deux points distincts de l'espace définissent une droite et une seule. Juge de noqat, mukhtalifa, katahadid lina, mustaqim, wahid, fi al-fada. Hadi de base, zama multama sa, muslama, je m'excuse, muslama, zama ma fiach naqash. Zido l'ouhdafra. Trois points non alignés définissent un plan et un seul. Hna, tlatat nukat mokhtalifa fi al-fada tuhadidu mustawa. Chou mustawa huwa tabak rafi'i. Hna, mli kan hdru ala tlatat nukat, kez atina fikra ala anahu mutlat. Walakin mutlat mumdad. ما عندوش حدود من جميع الجهات صافي. على 3 droites dont 2 points distincts appartient à un plan et incluse dans ce plan. الى عندي مستقيم جوج نقاط منه كاين ساميو الى مستوى، فان هذا مستقيم مغطوس في هذاك المستوى، ولا كنقولوا ضمن ذلك المستوى صافي. Position relative de deux plans. Je vous bada mustawayin. Deux plans distincts de l'espace P1 et P2 sont parallèles, secantes. Dans ce dernier cas, P1 et P2 se coupent suivant une droite. Alors, on dit au wadayatel les mustawayin fi al-fada. Et ma kaykoulum tuaziyin. متوازين ولا كيكونوا متقاطعين. ملي كيكونوا متقاطعين كيكون التقاطع ديالهم هو مستقيم. شوفوا هذا المثال، هذا كنتمنى يكون الشكل واضح. ما واضحش حاولوا ما امكن تعاودوا ترسموه باستعمال هذاك التربيعات ديال الدفتر. هنا ABCD est un cube on note I le centre de ABC ABCD et G le centre de EFGH. Étudie la position relative de plans ABC et EFG, puis ABC et AFHD. Alors, nous avons vu le schéma ou nous avons vu l'imtidad. Nous avons vu le niveau de 3 points, mais l'imtidad de l'autre peut être plus de 1 point. Il peut être un visage rubaï. Dans quel visage, مثلا عندنا مثلا وجه رباعي يمكن لينا نسموه بثلاثة نقاط منه، ولكن ما ننساوش بلي النقطة الأخرى اللي ما دخلناش في السمية كتنتمي إلى المستوى. مثلا هنا ABC، ABC هو هذاك اللي لتحت. إذا هنا ABC واخا ما ذكرناش D، فإن الامتداد ديال المستوى كيمر على D. إذا يمكن لينا نقولو بلي حتى ذاك الوجه كامل، راه ماشي دايما المستوى يمكن لينا نسميوه غير بثلاثة نقاط. نقدر نسميه ما لا نهاية من النقاط، ولكن خصها تكون مستوية. بحال هاد الحالة هادي ABC كتضم كتحتوي على D. إذا هنا غادي نشوفو هاد المستوى ABC EFG. هنا كنهضرو على ان كوب مكعب الأوجه ديال المكعب كاملين مالهم متوازية. ملي هاد المستويين
حتى هما كيدوزوا على هذه الاوجه، فان هذه المستويين متوازيين. اش غادي نقولوا؟ ا بي سي اي اف جي sont parallèles. Pourquoi? Parce que A, B, C et E, F, G sont deux faces opposées dans un cube. Deuxièmement, A, B, C et F, H, D. Et F, H, D, c'est le niveau qui va avec le cube. Le cube de ce que je juge le jeu. Là, de l'intérieur, là, de l'intérieur. Donc, ici, on va dire F, H, D. F, H, D, ما ننساوش باللي بحتى هي كيدوز منها هذا المستوى. مزيان، نشوفوا دابا النقاط هذا التقاطع ديال هاد المستويين، حيت هادو متقاطعين 100%. علاش؟ لأنهما ما كيبان ما كيبانوش باللي بيناتهم شي فراغ ولا شي، إذا كيبان باللي كاين شي حاجة مشتركة. الله، اول حاجه اللي هي مشتركه هي النقطه بي، كنشوفوها في المستوى ا بي سي، وفي نفس الوقت كنشوفوها في الامتداد ديال هذاك المستوى اف اش دي. مزيان، ها واحد النقطه. نمشيو دابا للنقطه دي، كنقولوا باللي دي حتى هي تنتمي الى الامتداد ديال المستوى ا بي سي. كنقولوا نيت كتنتمي، ما غاديش نقول الامتداد. اون فرونسي اون دي ابارتيان او بلون ا بي سي. De même, on a de la notation de plan FHD, on entend D. Alors D appartient aussi au plan FHD. C'est bien. Les deux plans, hein, les deux plans contient simultanément les deux points B et D. B et D, on peut former une droite. Cette droite sera nommée la droite d'intersection de ces deux plans. Alors, AFHD et ABCD, leur intersection, c'est BBD. Deuxièmement, déterminer l'intersection de plans BDF, BDBF, je m'excuse, BDF, c'est le même que FHD. Et ACG, ACG, هو هذاك اللي غادي من اليسار الى اليمين باتباع القطرين. على هنا نفس القضيه، اش غادي نقولوا هنا؟ جي اي لو ميليو دو كوا؟ جي لو ميليو دو او جي، دو او جي. او جي سي كوا؟ او جي اي كونتينو دون لو بلان ACG. صافي؟ وعندنا ايضا جي لو ميليو دو اش اف. اش اف سي كوا؟ اش اف، اش اف سي لو سي تان سيغمون، سي اون فو كونسيدير لو سيغمون، سي اون فو لو كونسيدير كوم اون دروات. الوغ سي دروات ابارتيان او بلان اف اش دي. الوغ دابا هنا في الفوق قلنا بلي جي كتنتمي الى مستقيمين متقاطعين، وكل مستقيم ينتمي الى مستوى. مزيان، هذه واحد النقطه مشتركه ما بين هاد المستويين. ندوزو لتحت. اي لو ميليو دو اسي. اسي سي كوا؟ اسي علاش كتنتمي؟ اسي كتنتمي حتى هي الى المستوى ا سي جي. دو ميم جي تنتمي الى المستقيم بي دي اللي كينتمي حتى هو بدوره الى هذاك المستوى دي بي اف. اذا هنا عندنا جوج ديال النقاط ديال التقاطع، اذا هنا غادي نشكلوا مستقيم. اذا هاد النقطتين النقطتين اللي هما اي جي كيعطيونا المستقيم اي جي اللي هو تقاطع ديال المستويين. مزيان، هلا هنا تقدروا تراجعوا هذا الحل وغادي تلقاو بلي نفس الشيء اللي قلنا. هلا بوزيسيون غولاتيف دو دو دروات. نمشيو دابا الوضع النسبي ديال مستقيمين. On considère deux droites D1 et D2 non confondues. Si D1 et D2 sont coplanaires, alors elles sont soit sécantes, un point d'intersection, soit parallèles, aucun point d'intersection. Si D1 et D2 ne sont pas coplanaires, alors ne sont ni parallèles ni sécantes.
الوضع النسبي لمستقيمين الا نعتبر المستقيم دي واحد ودي جوج غير منطبقين الى عندي مستقيمين دي واحد ودي جوج مستويان زعما ينتميان الى نفس المستوى الوغ السون عندهم جوج ديال الحالات راه قريتو هذه من الابتدائي الله غادي يكون عندكم يكون عندكم جوج ديال الحالات اما متوازيان او متقاطعان متوازيان ما كاين بيناتهم حتى نقطه ديال التقاطع متقاطعان غادي تكون عندهم نقطه ديال التقاطع الى عندي في الحاله الاخيره الى عندي دي واحد ودي جوج غير مستويان ما كينتموش نفس المستوى فان هذين المستقيمين لا يمكن ان نجزم عن وضعهما لا يمكن ان نقول عنهما واش متوازيين او متقاطعين اكزامبل اون كونسيدير ان تيتغياد ا بي سي دي هذا مثلث ثلاثي كنقولوا ثلاثي ثلاثي الاوجه الى شفنا تما الى اعتبرنا ا كومون سومي غادي يخرجنا بحال هرم من بعد غادي نشوفوا هذا الحالات اون نوت اي جي اي ك لي ميليو ريسبكتيف دو ا بي بي سي اي بي دي اون نوت ال اي ام لي بوين سيتيي سور ا سي اي ا دي ريسبكتيفمون Alors, l'ahdoumzien, chakl. Alors, tel que, dans les milieux, alors, il fait référence, il fait appel à, au théorème de Thalès. Réciproque, bien sûr. Alors, on a un quart aussi. Un quart, ce n'est pas un choix bizarre. Un choix bizarre. ماشي اختيار عشوائي ولكن هنا كاين شي تطبيق ديال شي خاصيه الا دوني لا بوزيسيون غولاتيف دي دروات ا بي اي اي جي ا بي اي اي جي ا بي اي جي اول حاجه ا بي اي جي ال سون كوبلانير alors on peut parler de est-ce qu'ils sont 50 ou parallèles هنا ils sont 50 en i 2 BK et CD. BK et CD. BK et CD sont coplanaires et le point d'intersection c'est CD. 2. GK et AC. GK. GK et A et AC. Là, GK et AC ils ne sont pas coplanaire, on peut même qu'il n'ache, on peut pas résumer est-ce qu'ils sont parallèles ou secondes. Deuxième cas l'autre, GK et AC, on peut pas dire aucune chose sur cette position. AB et LM, AB et LM, AB A, B et L, M. L, M. Toujours du même. A, B et L, M, ils ne sont pas coplanaires. Alors, on ne peut pas dire est-ce qu'ils sont parallèles ou non. La dernière, I, L et B, C. I, L et B, C. Je m'excuse. I, L, I, L, I, B, C. I, L, I, B, C. Ils sont 50. I, L, I, B, C. Ils sont 50. Voilà. Là, on met dedans. Avec le jeu, on va تقاطع ديالهم ندوزو دابا للسؤال الثاني جوستيفي كو لو بوين ال ام جي اي كا سون كوبلانير هنا باش نبينو بلي هما كوبلانير غادي ناخذو بعدا واحد جوج واحد ثلاثه فيهم ونشكلو بهم مستوى ونشوفو الاخرى واش كتنتمي على هذا الغرض
هنا عندها لي دروات ال ام اي سي دي 100 باراليل. راه نمشيو بوحده وحده حيت انا دابا الشكل الى دوبوس ما كنشوف الشكل. على هنا نشوفوا بعدا ال ام جي كا فين هما ال ام جي كا. مزيان نشوفوا واش هادو مو مستويه. مزيان الله تبعوا معايا بشويه بشويه. عندنا ال اي ام دو بوين غادي تحاولوا تكتبوا هذيك طاليس العكسيه اللي هي اش اون ال ابارتينا ا سي اي ام ابارتينا ا دي بويسك ا ال sur AC et A égale à 1 quart, AM sur AD égale à quoi? Égale aussi à 1 quart. Mais bien. Égale à 1 quart. Alors, il est point A, L et C et AM et D de, sont de même, dans le même ordre. Et d'après le théorème de Thalys réciproque, alors LM est parallèle à CD. C'est bien. Nous d'abord, هذيك النقاط الاخرى اللي لتحت جيكا. جيكا شنو نخدموا فيها؟ غادي نخدموا فيها هذه القضيه ديال طاليس حتى هي. اون بي جي سور بي سي ايغال 1 دومي بي كا سور سي دي ايغال 1 دومي اي لي بوين بي جي سي اي بي كا دي sont de même ordre et d'après le théorème de Thalys réciproque, alors GK est parallèle à CD. Vas-y. Alors, nous allons dire la dernière. Nous allons dire que CD de FNOFS LHDA ANNAHO MUTAWAZI MAA LM ou FNOFS LHDA MUTAWAZI MAA GK. Et dans la chaîne, nous allons dire que LM est parallèle à GK. D'où nos catalyses sont coplanaires. C'est très bien. Hadi khassiya drahtiana mazal mach tahtal daba achta هاد القضية ديال التوازي. غير الا بغينا نبينو مثلا بلي عندنا نقاط كوبلانير. كوبلانير ملي كنهضر على كوبلانير خاصها تكون 4 الفوق عاد كنهضر. اما 3 سي ناتوريل سي كوبلانير. هنا اش غادي نبينو؟ خاصنا نبينو بلي هاد النقاط اللي كيشكلوا كل جوج نقاط كيتشكلوا خاصنا نبينو بلي هما متوازيين. الا بينا بلي هما متوازيين فان يمكن لينا نهضروا على كوبلانير زعما مستويه. راجعوا عاوتاني هاد الحل يمكن تستافدوا. دابا دروات باراليل ان بلون اون دروات دي اي باراليل ان بلون بي سيل كونتيني سيل كونتيني دون بي سيل نا اوكين بوين دانتيرسيكسيون افيك بي. الله هنا كنقولوا على الوضعيه ديال مستوى كنقولوا بالمستقيم موازي للمستوى في حالتين. اذا كان الداخل ديال المستوى زعما كينتمي للمستوى ولا ما كيدوزش كاع ما كيتقطعش كاع مع المستوى. على اكزومبل اون كونسيديغ ان تيتغياتر ا بي سي دي هذا ثلاثي الاوجه اون نوت اي جي اي كا لي ميليو ريسبكتيف دو ميم كما شفنا بالنسبه لهذاك الشكل اللي داز. Déterminer deux droites parallèles au plan ACD. ACD, ou à l'ouage li l'imn, à l'imn, à l'imn, moussakimé. Alors, et puis, je suis là. Là, à l'imn, moussakimé qui est simulé. Deux droites parallèles à ce plan. Là, il a dit non. بالنسبة لهذاك التقاطعات A C D A C D دو دغوات باراليل أو بلون. راه كاين واحد كيتضمنو منو نيت أن L M إي كونتيني دون A C D ألوغ سي باراليل A C D. بقالنا واحد هاد الواحد هذا غادي نجبدوه منين؟ غادي نجبدوه من هذيك النقط اللي بقاو اللي هي جي كا.
اون جي هذيك طاليس الى خدمنا طاليس غادي نبينو بلي جي كا اي باراليل ا سي دي سي بيان ونبينو ايضا الا هنا الى هذا متوازي مع هذا فيمكن لنا نختمو بلي هو حتى هو من المستقيمات غير جوج الا هنا كوم لا دروات يا انكلوز هنا انكلوز هضرت على هذيك اللي فيه الكلوزيون اللي كينتمي اها جي جيكا شوفوا مزيان هنا جيكا وهذا السون باراليل ا اون دروات يسفي شوفوا باش نتفاهموا على المستوى مستقيم ومستوى باش ما تدخلش بزاف اش خصنا دابا نعرفوا الى عندي الا بغيت نبين بلي مستوى مستقيم يوازي مستوى يكفي نلقى غير مستقيم واحد من هذاك المستوى يوازي هذاك المستقيم صافي سالينا هذا بالنسبه الى ما كاينش بيناتهم كاع التقاطع وكاين حاله اخرى هو هذاك المستقيم اللي لداخل ديال المستوى اصلا كينتمي للمستوى صافي الا بوزيسيون غولاتيف دون دروات اي دان بلون soit P un plan de l'espace et D est une droite. Si D n'est pas inclus dans le plan P, alors D et P sont soit sécantes et l'intersection de l'intersection d'Elhom, c'est un point. Je m'excuse. Soit strictement parallèles, dans ce cas, n'ont aucun point d'intersection. Donc, c'est un octave d'Elhom. التقاطع الله كما كي داكشي اللي قلنا نيت كيتعاود زعما هنا كنقول بلي مستوى ومستقيم متوازيان الى هنا الى ما كاينش حتى نقطه كتربطهم ولا يكون واحد فيهم لانكلو ولكن هذيك ديال الانكليزيون قليل فين كيتخدم اذا هنا باش نقولوا بلي مستقيم ومستوى متوازيان خص كما قلت خص تلقى واحد مستقيم ضمن هذاك المستوى يوازي هذاك المستقيم والا كان الانترسيكسيون الا كان التقاطع كيكون وفق نقطه واحده بحال قلتي جبتي شي مثلا سفود ودخلتيه في خبزه اذا هنا ما كيتقاطعش الا في هذيك النقطه منين كيدوز السفود فقط ABCD est un cube, un mythal, est un cube. On note I, le centre de EFGH. Tracer le point d'intersection de la droite AI et de plan CDH. CDH. On a Amzien, on a AI. C'est bien. تراسي على هنا لهاد الغرض خصنا نمددو شويه هاد الشكل خصنا يطلع شويه الفوق الا اون نوت اي لو سونتر دو اف جي اش كوم اي لو ميليو دو ا سي ايلي انكلو دون لو بلون ا سي جي سي بيان هنا عندنا ايلي انكلو دون لو بلون ا سي جي سي بيان او سي واحد الحاجه سي طري سي اكستراوردينير اش بغاو يقول لك هنا حتى الا بغيتي تشوف التقاطع ديال مستقيم و مستقيم ومستوى راه ما يمكنلوش يخرج على التقاطع ديال مستوى هذاك المستوى اللي كيضم هذاك المستقيم وهذاك المستوى ديال مع من غادي يتقاطع زعما هنا غادي ندرسو التقاطع ديال المستوى ا سي جي مع اس دي اش هنا الا شفنا مزيان التقاطع ديال هاد الجوج غادي يكون وفق ياش غادي يكون وفق سي جي اذا النقطه ديال التقاطع ما غادي تكون غير في المستقيم سي جي اذا هنا ال 150 ام بويسك لو لي دروات سي جي اي 100 انكلوز دون لو بلان et qu'ils ne sont pas parallèles, alors ils se comptent en M. واحد النقطة كتنتمي إلى CG و AI. إذا هنا هذه حاجة حتى أنا
بحال قلتي واخا نسيت الاخر دابا وليت كنتذكر شي حوايج. تراسي لا دغوات دانتيرسيكسيون دي بلون ABE مزيان و سي دي اش نفس القضيه. هاد المستويين غادي نشوفو فين كيتقاطعوا وفقياش. عندنا بعدا واحد النقطه ديال مشتركه عندنا اي ابارتيان او بلون ا سي جي اللي هو جو مكسوز سي دي صبر عندي ABE و سي دي اش سي دي اش سي دي اش هنا لو بوين دانتيرسيكسيون ديال هادو هذا غادي هكا ABE غادي هكا. اذا هنا فين غادي تكون هي النقطه دابا ديال التقاطع سي دي اش هو من هذيك الجهه وهذا من هذه الجهه. هنا الى مشينا نشوفوا بلي ABE شوفوا مزيان معايا ABE كيضم اش كيضم المستقيم AE عندو المستقيم AE وحنا بيناو قبيله بلي هذا غادي يتقاطع مع سي جي فواحد النقطه ام هذه وحده. نفس الشيء غادي نخدموه بالنسبه للبي اي بي اي حتى هو الى مددناه غادي يعطينا التقاطع مع بي اي غادي تكون تقاطع مع دي اش وفي هذا الاخر غادي نلقاو التقاطع هو وفق جوج النقاط الفوق ديال اش بحال عموديا بحال طال الفوق والفوق ديال سي جي الفوق. اذا هنا غادي الى رمزنا الان هي نقطه التقاطع ديال بي اي مع دي اش وكيم وهذيك النقطه الاولى ديال التقاطع ديال AE مع سي جي فان نقطه فان مستقيم تقاطع ديال المستويين ABE اي ا سي دي اش جي ولا سي دي اش سوغا ام ان. سي تو بور اجوردي. شكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو آخر.